وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية، قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية بالتسليم الابتدائي للخلية الجديدة بالمدفن الصحي بأبو جريدة مركز فرسكور بمحافظة دمياط. أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الخلية الجديدة تقع على مساحة 7 أفدنة بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون جنيه. ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إنه قد تم تسليم مجمع المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن بأبو جريدة على مساحة 64 فدانا وبتكلفة قدرها 95 مليون جنيه، حيث يوجد بالمجمع العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل. وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تسليم محطة متحركة بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه، وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة 146 مليون جنيه.